يا الله. السلام عليكم شباب، فيديو جديد نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. شباب خلونا لايك على هذا الفيديو، ما مشترك خليه يشترك، وخلونا نبلش حلقتنا مال اليوم. من نشرت الفيديو الفات قلت لكم دخلنا 10,000 مشترك، وهواي راسلوني وهواي علقوا لي قالوا لي شو وقت تسوي المسابقة على الحمام الملكي. تتذكرون بال 9,000 من دخلنا 9,000 سويت مسابقة وعلى زوج حمام ملكي عادي، وفازوا ويانا احد الاخوه دزيتني له. فقلت لكم ان شاء الله من ندخل 10,000 مشترك راح اسويها على زوجين مو زوج واحد، وزوجين عسليات مو عادي. فان شاء الله من نسحب القرعة كل واحد، يعني اول اثنين يطلعون ندزلهم زوجين كل واحد زوج. الشروط كل السهلة من هذا الفيديو تقدرون تطبقونهم وتدزون لياهن على الفيس. تتابعنا على هاي القناة، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتشترك بالقناة الاحتياطية، وراح خليكم رابطها بالتعليق المثبت. وتابعنا على الفيس وتدزيهن على المازنجر مال الفيس. من سويت المسابقة بال9,000 وهواي قالوا لي ما عندك مازنجر او ما نقدر نراسلك. شباب تابعني يلا تنفتح ميزة المراسلة، من تتابعني راح تقدر تراسلني، مو تمام تابعني ما يصير تراسلني. فتابعني راح تفتح عندك ميزة المراسلة ودز لي، خذ لهن سكرينات ودز لي اياهن ان شاء الله على مود تدخل بالقرعة. وقلت لكم اثنين يفوزون ويانا مو واحد، كل واحد زوج حمام ملكي عسلي، والتوفيق للجميع ان شاء الله. شباب هذا الحمام المكسيكي طلعته بالمحمية، راسلته ابو حاتم قلت له يتربن بالخانات لو بالمحمية، قال لا بالمحمية يتربن ما يتربن بخانات، لان طير قال يخاف كلش فما يستقر بالخانة. نميز بيه بين الذكر والنثية، هذا العلي من الأحمر فحل، والعلي يسرى هاي لونها فاتح نثية. هواي بيه صفات الحلوة البي قال يعني ما يدمج نثيتين، يعني أكثر من زوج يبيض بحلة واحدة مو مثل الحمام الملكي. عندك يعني قال شتاء وصيف ينتج، يعني مو موسمي لا ينتج على طول السنة. يسبح مثل الفنجس مو مثل الحمام الملكي، ما يسبح الحمام الملكي ما يسبح مو مثل باقي الطيور. فهذا يسبح يعني تخلي له مي بفد يعني معون على مود يسبح به، وانا شفت ان الصبح يسبح. فهاي صفات الحمام المكسيكي. هذا العش اللي فقس بيه 5 فراخ صفن بس فرخين، هذا ميت، هذا لقيته ميت هسه. الحمد لله. هسه جاي الزم البلبل على مود اخليه بهاي القفص، كنت داخله بالمحميه، المشكله جاي الزم بيه وطار من ايدي. صار نزل على هاي النخلة، بقى يغرد تقريبا صار 10 دقائق ما وقف على التغريد، هسه جاي صورة وطار. كانت فكرتي اشيل البلبل اخليه بهذا القفص ادخله بالمحمية، وهذا السمان اشوف له المكان حتى اذا موقت او اخرى يعني اطلعه منه، وهاي افتحها تدرون هاي منها مقطوعة بسيم، افتحها هاي اخليها للطيور، لان انا جاي اشك الطيور ما يبيضن لان مخليهن بخانة صغيرة. فقلت هاي ارتبها وانظفها كلش وادق لها هم جاثم واخلي لها احلال، واخلي هذا الزوج اللي عندي على مود اذا ينتج بعد يبقى ثابتات هنا، ما ينتج يطلع من المحميه كلها. فهسه البلبل طار، هذن هم راح اشوفون مكان مؤقت احتمال ادخلهن هنا بهاي الخانه الجوه، خلينا هنا على مود ذن الطيور يدخلن بهاي مال السمان. بهاي الطيور هاي مسترخيات ما شاء الله. فهسه هذا شغلنا راح نكمله ان شاء الله، نفتح هاي نرتبها ننظفها كلها على مود الطيور تصير هنا بعد. هذا السمان حولته هسه، خليت له اكل ومي، وهسه نبلش بهاي ان شاء الله. عندي ذن بيضات خليها لمهن 3 بيضات وبعدين انظفه. ذن 3 بيضات راح المهن. هذا قلت لكم راح افتحه، هاي كلها تنفتح، هاي المجتمع ينفتح، تتنظف كلها، هاي القفص كله يتنظف وتصير مجاثم هناك بالاخير. هذا راح اقفله على مود ما ينفتح، هذا منه ينقفل يبقى بس باب واحد، يعني يبقى عندي بس هذا الباب الكبير. فهذا الترتيب راح يصير. كملت هسه التنظيف
وشلت هذا القاطع بالنص. شوف المكان صار كلش كبير، الطول مالته هو 3 مترات والارتفاع 1.5 متر والعرض 1.5 متر، فكلش مناسب للطيور. وحتى اذا بالمستقبل يعني اريد اجيب طيور فاخليهن هنا ماكو مشكله، فهذا المكان يشيل اكثر من 6 زواج 7 زواج ماكو مشكله ان شاء الله. ان شاء الله هسه بس عدي اخلي المجاثم، شوف شلون ارتب لهم المجاثم واخليهن هذا القوشر، وراح اجيب وياه بعد حله على مود هواي من الاخوان يعلقوني يقولوا لي خلي حله للطيور. فاذا متعودات على حله يبقى ايضا بالحله، اذا متعودات على القوشر يبقى ايضا بالقوشر ان شاء الله. بس اجيب لهن حله وارتب لهن هاي المكان واخليهن هنا ان شاء الله انقلهن. امبارح راح جبت هذا الثيل من المشتل، جبته بالليل ما لحقت ازرعه، فهسه صعدته ان شاء الله راح ازرعه هنا. هاي 3 قطع جبت راح ازرعهن هنا 3 ان شاء الله. انا كل سنه يعني من يا بس الثيل القديم اشيله واجيبه مكانه، بس هسه شلت هذا وصار فتره هواي يعني ما جايب، فالبارحه صارت لي فرصه وجبت هاي 3 قطع ان شاء الله. فهسه راح ادخلهن وازرعهن. هسه راح ازرع الثيل ان شاء الله، هذا دخلته. دائما انا كل ما ازرع الثيل تجيني هواي اسئله عليه، فقلت خل اذكرها بهذا الفيديو وازرع قدامكم خطوه بخطوه. يعني هو ما يحتاج اي صعوبه ولا يحتاج اي تعقيد. هذا اول شيء الكعب مال مبرده، اهم شيء بي هذا الزرف اللي بالنص مال التصريف، اذا ما بي تقدر تزرف لك فد زرفين يعني 3 على مود يصرف المي الزايد، لان اذا بقى المي ما بي زرف هذا اللي يصرف المي راح تخيس الجذور مالته ويموت الثيل. هاي اول شغله. الشغله الثانيه يكون الطبقه مال التراب يعني يكون تصير اقل شيء فد 5 سنتيمات على مود هذا الجذور مال الثيل مطخ الحديد ويموت. فهذا ان اهم خطوتين. ومن تجي تريد تزرع تنقع هاي بالمي بالكامل مثل ما انا هسه سويت، نقعتها بالمي كلها نقعت. راح اجي اقيس هاي على القياس، اقصها واثبتها. هاي سام راح اسويها قدامكم، ما يحتاج لها اي تعقيد ان شاء الله. هسه كملت هاي وصارت بهذا الشكل، شوف شلون صارت. هسه بعد عدي ذن الثنين ان شاء الله هم راح اكملهن. هاي من كملت رجعت سقيتها من فوق على مود يتماسك الطين مال ثيل ويا الطين الجوي، وهاي صارت ان شاء الله. باكر الصبح من اصور لكم اياها تلقونها صاير خضار، هذا الصفار لان كانت مطبوقه مثل هاي، كانت مطبوقه هيك فتصير صفرة، فان شاء الله من الباكر راح تصير كلها خضار هاي. وهسه كملت، كملتهن 3 وصاروا بهذا الشكل. هاي قلت لكم هذا الصفار يوم يعني من الباكر عقبه راح كله يخضر يصير خضار، هذا كله يخضر. وهاي الفتحات هاي راح تنسد يعني بس شويه الثيل يعلي تنسد هاي الفتحات هاي وهاي،
فراح اصير كلها قطعه واحده ان شاء الله. هاي الجهه ان شاء الله هم اصور لكم اياها بالفيديو الجاي، وشوف الشكل، شوف التغير راح يصير. وهسه جاي ازقي بيهن من فوق على مود يتماسك اكثر. ولو المي ضعيف وعدي هنا فوق، بس راح اكمل ساقيهن كلهن. هاي ساقيها وبقل بذن الثنين، هسه اسقيهن كلهن واخلص. ما شاء الله هاي الافراخ العسلي. هذا واحد عسلي وواحد شاك بيه، قلت لكم مشجر، فان شاء الله يطلع شك محله. ما شاء الله هذا الفرخ طالع، هذا هسه طالع من العش. بسم الله ما شاء الله. هذا عادي شباب، هذا يطلع ثلجي، يعني مو عادي الرصاص العادي، لا الثلجي. شوفوا ذيلا شلون ابيض ما شاء الله.